بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم حياكم الله أخواني الكرام في درس جديد اليوم عندنا درس المماس والسرعة المتجهة طبعا هذا الدرس يعتبر هو مقدمة لموضوع الاشتقاق أتمنى أنكم يعني تنتبهون حتى لأن اليوم إن شاء الله حنشرح مفهوم الاشتقاق باستخدام التعريف وعلم الاشتقاق يعتبر من أهم العلوم اللي لها استخدامات واسعة في يعني العلوم المتقدمة زي الفيزياء زي الاقتصاد كلها تستخدم علم الاشتقاق كعلم أساسي فبالتالي من المهم جدا نحن نستوعب وش فكرة الاشتقاق من خلال درس اليوم درس المماس و السرعه المتجهه نتمنى لكم دائما متابعه ممتعه خلونا نشوف محاور هذا الدرس عندنا ان شاء الله في البدايه سنتكلم عن المماسات وبعد ذلك نتكلم عن معدل التغير اللحظي، ثم نتكلم عن السرعة المتجهة والسرعة المتجهة اللحظية يمكن نتركها هذه للقاء القادم، ولكن اليوم نركز جهدنا على المماسات ومعدل التغير اللحظي، طبعا احنا في مقرر رياضيات خمسة درسنا فكرة معدل التغير وراجعناها أيضا في فقرة اللي هو في درس اللي هو المهارات الأساسية لهذه لهذا الفصل، قلنا أن معدل التغير دائما يعطيني دالة F اوف ويعطيني فترة يعطيني فترة A و B ويطلب مني معدل التغير قلنا معدل التغير هو ميل المماس ميل المماس أو ميل الخط الواصل ما بين نقطة A والنقطة B فيكون عبارة عن فرق الصادات أف B على ناقصا F A على B ناقصا A بهذه الصورة فيكون هذا هو معدل التغير كما أخذناه في رياضيات خمسة نلاحظ هذا معدل التغير نسميه معدل التغير على فترة على فترة من الفترة في الفترة من A إلى B اليوم إن شاء الله سنتكلم عن معدل التغير في لحظة في لحظة واحدة عندما إكس يساوي مثلا رقم عندما إكس يساوي خمسة مثلا في لحظة واحدة وليس على فترة من الخمسة إلى السبعة أو من الثلاثة إلى الثمانية زي كذا لا يكون على لحظة واحدة هذا إن شاء الله اللي بنتكلم عنه وحتى نستوعب الفكرة أيها الأخوة الكرام لاحظ أنت لو حبيت تجيب معدل التغير ما بين هذه النقطة وهذه النقطة ما بين واحد والثلاثة سيعطيك خط مستقيم هذا الخط اللي باللون الأحمر لاحظ أن الخط هذا قريب من قريب من المنحنى قريب من المنحنى ولا لكن يظل خارج المنحنى لو انا قمت بتقريب النقطتين الى الى بعض يعني عندي هذه النقطه واحد اخذت الرقم اثنين بهذا الشكل لاحظ الخط كل ما لو ايش كل ما لو يقترب من المنحنى بشكل اكبر حتى لو جيت هنا في في الرسم الثالث الان وقربت النقطتين جدا يعني هنا عندي نقطه عند الاكس يساوي واحد وهذا عند الواحد فاصلة واحد فلاحظ ان الخط صار خارج عن المنحنى وبالتالي كانه مماس لهذا المنحنى فبالتالي انا كذا حصلت على مماس لهذا المنحنى عند نقطه معينه فبالتالي هذه هي فكره المماسات اني احصل على المماس من خلال وضع نقطه قريبه جدا من النقطه المراد حصول على المماس عندها. وحتى نستوعب فكره احنا معدل التغير، احنا قلنا ان معدل التغير لو كان عندك انت نقطتين حيكون عباره عن اف بي ناقصا اف على بي ناقصا A مثل ما تكلمنا قبل قليل. شوفوا شو بسوي الحين. لو كان انت عندك النقطه اكس حلو و عندك هذه النقطه الاخرى اللي بعد الاكس وتكون المسافه ما بين هاتين النقطتين اتش تكون المسافه ما بين هاتين النقطتين اتش فاذا كانت النقطه هذه اكس وهذه المسافه اتش فبالتالي النقطه الثانيه حتصير هي عباره عن اكس زائدا اتش لو انت حبيت تحسب معدل التغير ما بين هاتين النقطتين حتوصل الخط اللي في ما بينهم، وبالتالي ستقول ان معدل التغير سيكون عباره عن ايش؟ سيكون عباره عن اف لإكس زائدا اتش ناقصا الاف لإكس اللي هي النقطة الأولى على اللي هو إكس زائدا اتش ناقصا اللي هي النقطة الثانية اللي هي الاكس يعني طبقنا نفس القانون اللي في الاعلى لاحظ هنا ان انت عندك هنا الاكس بتروح مع السالب اكس وبالتالي يبقى لك فقط في المقام اتش الان ايها الاخوه الكرام قلنا اذا اردت الحصول على مماس لهذا المنحنى فيجب علي ان اقرب هذه النقطه ان تقترب هذه النقطه قدر الامكان فبالتالي اذا اردت ان هذه النقطه تقترب الى قدر الامكان لا بد اني اخلي الاتش وش يصير فيها تقل لا بد انها تقل فبالتالي حتى احصل على معدل التغير في لحظه ما معدل التغير اللحظي أو في لحظة ما فإنني سأفترض هنا أن الاتش تؤول إلى الصفر سأفترض أن الاتش تؤول إلى الصفر حتى تقل أكبر قدر ممكن ما تساوي الصفر ولكن تقترب من الصفر لـ fx زائد h ناقصا الـ fx على الإتش h بهذه الصورة طبعا لاحظ معي هنا لو قمت أنت بالتعويض المباشر عوضت الإتش مكان صفر فالـ h هذه بتصير صفر وهنا الأف fx فبالتالي حيصير fx ناقصا fx فبالتالي هذه حتعطيك صفر والمقابس صفر فيصير صفر على صفر اللي هي حالة من حالات عدم التعيين فلا بد أن نقوم إما بالتحليل أو انطاق الجذور أو انطاق البسط أو المقام مثل ما تكلمنا في الدروس السابقة فبالتالي هنا نقوم بالتحليل لإيجاد اللي هو معدل التغير في لحظة ما طبعا أيها الأخوة الكرام يعني هذا المصطلح أو هذا القانون سوف يعني نستخدمه لثلاثة مسميات ممكن نسميه إحنا معدل التغير اللحظي ممكن نسميه ميل عفوا ممكن نسميه هذا القانون نسميه معدل التغير اللحظي ممكن نسميه قانون ميل المماس وممكن نسميه قانون المشتقه باستخدام التعريف او باستخدام النهايات في ناس يسمونها باستخدام التعريف وفي ناس يقولون باستخدام النهايات فبالتالي هذه الثلاث تسميات كلها لو جتك قال لك اوجد معدل التغير اللحظي تستخدم هذا القانون قال اوجد ميل المماس تستخدم هذا القانون قال لك اوجد المشتقه باستخدام التعريف تستخدم هذا القانون اذا هذا القانون نسميه قانون معدل التغير اللحظي اذا الفكره اني انا سوف اضع نقطة قريبة من الاكس اسميها اكس زائد اتش وبعد ذلك اقرب هاتين النقطتين معا بافتراض ان الليميت الاتش تؤول الى الصفر فبالتالي وش اللي راح يحصل معي الحين؟ انا عندي نقطة اكس الان انا عندي نقطة اكس وحطيت نقطة جنبها اتش وافترضت ان الاتش قريبة جدا منها بيصير تعرفون الحصان اللي حاط جزرة على راسه يعني كذا يقولون في افلام الكرتون من اول نشوفها ها يصير حصان حاط جزرة عشان يلحقها ها فبالتالي كذا انا حطيت الجزرة اللي هي الاتش ها مع الاكس فبالتالي الاكس بتلحق الاتش هذه او بتلحق الاضافة هذه فبالتالي راح اكتشف انا من خلال معرفتي للنقطة اتش او اثر الاتش على هذه النقطة هل الدالة سوف تكون تصعد الى الاعلى بهذا الشكل او مثلا لو كانت هنا صارت الاتش هنا فبالتالي معناها الداله نازله او اذا كانت في الاعلى فبالتالي الداله ستكون هنا تساوي صفر فبالتالي من خلال الاتش هذه انا راح اعرف سلوك الداله عند هذه النقطه من خلال ميل المماس عندها او من خلال معدل التغير في هذه اللحظه في هذه اللحظه فبالتالي يعني خلونا نبدا نشوف الامثله كيف ممكن نطبق احنا قانون معدل التغير اللحظي هذا هو القانون طبعا كما هو موجود في الكتاب بهذه الصوره قال لك اوجد ميل المماس لاحظ هنا قال لك اوجد ميل المماس ولو قال لك اوجد معدل التغير اللحظي او قال لك اوجد المشتقه باستخدام التعريف كلها نفس القانون فقال لك اوجد ميل المماس فبالتالي انا مباشره بتذكر قانون ميل المماس ما هو قانون ميل المماس قلنا ليميت لما الاتش تذهب الى صفر ل اف لاكس زائدا اتش ناقصا اف اكس على الاتش طبعا قال لك ابغاها عند النقطه واحد و انا صراحه راح اطبق نفس الكلام اللي موجود في مثال اثنين بجيب بمعدل التغير بشكل عام وبعدين بعوض في واحد و يعني نخلي التعويض في الاخير يعني طريقتي شويه تختلف عن طريقه الكتاب ولكن ستؤدي الى نفس النتيجه الجميله الان انا عندي اف لا اكس موجوده وجاهزه هذه الواي هي اف لا اكس وبالتالي اف لا اكس تساوي اكس تربيع اف لا اكس زائد اتش وش يساوي اف لاكس زائدا اتش ايها الاخوه الكرام راح استبدل كل اكس موجوده باكس زائدا اتش يعني بشيل الاكس وبحط مكانها اكس زائد اتش في الداله فبالتالي بتصير اكس زائدا اتش الكل تربيع طبعا تحتاج انك تفك هذه فبالتالي بتصير اكس تربيع زائد اثنين اكس اتش زائدا اتش تربيع فبالتالي الحين بعوض في القانون بقول ليميت لما الاتش تذهب الى الصفر لاف اكس زائدا اتش اللي هي تساوي كم؟ تساوي اكس تربيع زائدا 2 اكس اتش زائدا الاتش تربيع ناقصا ها لما نجي للاف اكس اللي هي كم؟ اللي هي اكس تربيع بهذا الشكل على الاتش، لاحظ معي الحين ان الاكس تربيع بتروح مع سالب اكس تربيع بهذا الشكل، وتبقى لدي فقط حدين، هذول الحدين لاحظ 2 اكس اتش زائد الاتش تربيع بهذا الشكل، وبالتالي ساقول هنا ان هذه ليمت اتش تذهب الى الصفر، هنا بيبقى لك 2 اكس اتش زائد اتش تربيع على اتش، طبعا هنا لو انت قمت بالتعويض بي المباشر بيطلع لك لا يزال صفر على صفر طيب كيف انا اقوم بالتحليل؟ ابى استخرج عامل مشترك، لاحظ ان هنا جميع الحدود فيها اتش، فبالتالي بطلع اتش عامل مشترك، وبالتالي يبقى لك هنا 2 إكس زائدا اتش على اتش، طبعا الحين الاتش تروح مع الاتش بهذه الصوره، وبالتالي يتبقى لديك ايش؟ يتبقى لديك اللي هو ليميت لما الh تذهب الى 0 لـ 2x h وهذا لما تعوض الحين الh بصفر حيعطيك الناتج 2x اذا راح نقول ان معدل التغير اللحظي احنا وجدناه يساوي كم يساوي 2 اكس طيب هو قال لك ابغى عند العدد واحد خلاص عوض هنا انا يهمني الاكس هنا يهمني الاكس اللي هي تساوي واحد فبعوض في العدد واحد بتعوض في العدد واحد طلع لك 3 في واحد اللي هو يساوي كم يساوي 2 كما هو موجود في الكتاب والمقصود ان ميل المماس او ميل الخط المستقيم هذا المماس للداله التربيعيه لان دالتنا احنا هنا الداله التربيعيه وميل المماس اللي يمر بالعدد واحد هنا ميله يساوي اثنين ميله يساوي اثنين لاحظ معي هنا ان هنا عندي وحده واحده على محور اكس ووحدتين على محور واي فبالتالي هنا اثنين على واحد فبالتالي فرق الصادات على فرق السينات حيكون يساوي اثنين بهذا الشكل وش اللي صار؟ ها يعني خلينا نقول وش اللي صار لان يعني كثير من الطلاب يعني ممكن يندمج في الحل لكنه يغفل وش اللي صار، شوفوا معي وش اللي صار. اللي صار يا شباب اني انا اضفت الاتش على الاكس، اضفت الاتش على الاكس، لما جيت الان اختزل لاحظ الاف اكس كلها راحت، الاف اكس هنا كلها راحت كلها طارت خلاص ليش انحذفت مع ما يقابلها في الاف اكس زائدا اتش فانا عندي جزء منها موجود هنا والاف اكس موجود هنا فبالتالي راح الجزء اللي من هنا مع الجزء اللي من هنا وش اللي بقى بقت الحدود اللي فيها اتش فهذا هو اثر دخول الاتش على الداله هذا هو اثر دخول الاتش على مين على الاكس فبالتالي انا لما اجي ابحث معدل التغير انا ما ابغى قيمه الاف اكس انا اعرف احسب الاف اكس ولكن ابغى معدل التغير في لحظه معينه فبالتالي راح أب يبحث عن اثر الاتش على الاكس فبالتالي كيف يصير هذا لما نحذف الاف اكس من الداله اللي هي الموجوده هنا واحذف الاف من او ما يقابلها من الاف اكس ايش فتبقى الحدود التي فيها في فيها ايش اللي فيها الاتش فتطلع منها اتش عامل مشترك وتختزلها مع الاتش اللي تحت فبالتالي هنا راح يبقى يصير عندك نسبه وتناسب فبالتالي يتبقى لك فقط اثر الاتش على هذه الداله اللي هو يعبر عن معدل التغير اللحظي لذلك لا يمكن تكون اجابتك صحيحه اذا ما راحت الاف اكس هذه ها اذا ما راحت الاف اكس هذه لن تكون اجابتك صحيحه لازم الاف اكس هذه تروح في اي سؤال من الاسئله علشان ايش عشان يبقى اثر الاتش عشان تشوف الجزره هذه اللي ربطت على راس الحصان ها راح نشوف الاثر اللي هو الجزره هذه تروح على راس الحصان فبالتالي أه حنقول احنا نشوف اثر هذه الجزره على أه وين بتودي الداله وين بتودي الداله هل هي الى تزايد او الى تناقص او الى نقطه أه حرجه بهذه أه الصوره خلونا ننتقل ايها الاخوه الكرام الى التحقق من فهمك بنفس الطريقه ونفس الاسلوب طبعا هنا نفس الداله اللي احنا وجدناها اللي هي اف اكس فبالتالي قلنا ان معدل التغير اللحظي لها يساوي 2 اكس كما ذكرنا في المثال قبل قليل فقط هنا غير لي النقطه اللي هي اعطاني الثلاثه فبالتالي بعد تعوض في العدد ثلاثة فبيعطيك اثنين في ثلاثة اللي هي حيكون كم؟ حيكون ستة بهذا الشكل، لكن لو جتني داله اخرى زي هذه ما عندي مشكله بامكاني اني اقول هنا ان الاف اكس تساوي اكس تربيع زائدا أربعة الاف اكس زائدا اتش فستكون بشيل الاكس وبحط مكانها اكس زائد اتش فبتصير اكس زائدا اتش الكل تربيع زائدا الاربعه وبالتالي هذه بتعطيك اكس تربيع زائد 2 اكس اتش زائدا اتش تربيع ولا ننسى مين؟ لا ننسى الاربعه بهذا الشكل، الان لما نجي اطبق قانون معدل التغير اللحظي او قانون ميل المماس او قانون المشتقه باستخدام التعريف بقول اف اكس زائدا h ناقصا الاف اكس على الاتش، اقول الـ h تذهب الى الصفر، الاف اكس زائد h بحط اللي هو قيمتها من خلال اللي حسبتها قبل شوي 2 اكس اتش زائدا h تربيع ناقصا او زائدا الاربعه اسف. بهذا الشكل، ناقصا الاف اكس اللي هي اكس تربيع زائدا الاربعه بهذا الشكل على الاتش، لاحظ معي هنا الاكس تربيع راحت مع الاكس تربيع. والموجب اربعه هنا سالب مع الموجب اربعه وتصير سالب اربعه فبالتالي تروح مع بعض، لاحظ هنا الاف اكس هذه كلها ايش؟ كلها راحت فبالتالي هنا وش اللي بقى؟ بقى اثر الاتش، فقط بقي اثر الاتش، فبالتالي جميع الحدود اللي هنا راح تلقاها فيها اتشات، فبالتالي اطلع منها اتش عامل مشترك ويبقى لك هنا 2 اكس زائدا اتش على اتش وبالتالي الاتش تروح مع الاتش وبالتالي يبقى لك ليميت اتش تذهب إلى صفر لـ2 إكس زائداً اتش، تعوض الحين فبالتالي حيعطيك أيضاً 2 إكس، إذاً هذا هو معدل التغير، قال لك النقطة اللي أعطاك إياها هنا هي سالب 2، فبالتالي لاحظ معي هي أم سالب 2 تعطيني كم؟ تعطيك 2 في سالب 2 اللي بتعطيك سالب 4. لاحظ معي هنا معدل التغير ما اختلف عن الدالة اللي تو، يعني إحنا تو أخذنا دالة اللي هي إف إكس تساوي إكس تربيع. والان اخذنا اف اكس تساوي اكس تربيع زائدا 4 ومع ذلك معدل التغير نفسه ومع ذلك معدل التغير نفسه لماذا؟ ركزوا معي في الكلام اللي بقوله بعد شوي الان لاحظ معي لو جيت انا وقلت لك انا عندي داله تربيعيه اللي هي الاكس تربيع كيف كان شكلها؟ كيف كان شكلها؟ كان شكلها جاي بهذا الشكل ها؟ لما نجي اقول لك اكس تربيع زائد أربعة زائد أربعة هذه تعتبر ازاحه ازاحه نحو ايش ازاحه خارج الام ولا داخل الام ها وين جماعه رياضيات خمسه ها عندنا رياضيات خمسه اخذنا الازاحات اذا كانت خارج الداله الام تصير ازاحه راسيه نحو الاعلى فبالتالي الداله حتكون بهذا المكان ستكون بهذا المكان هل اختلف معدل التغير هل اختلف معدل التغير يعني لما اجي اعوض باثنين هنا واعوض باثنين هنا لاحظ المماس ميل المماس هو نفسه ميل المماس هو نفسه لما ناخذ هنا حيصير ميل المماس نفسه هنا، فبالتالي ما يختلف، هنا ميل المماس كذا وهنا ميل المماس جاي بهذا الشكل، فبالتالي لا يختلف ميل المماس مع الازاحه الراسيه، لا يختلف ميل المماس مع الازاحه الراسيه، لذلك يعني نقول هنا ان ما تتاثر هنا معدل التغير لا يتاثر بالازاحه الراسيه، لذلك هنا خرج معي نفس الناتج. خلونا نشوف هذا المثال اللي هو مثال رقم اثنين يمكن اصعب شويه ولكن يعني امتع انا بالنسبه لي لان في مهارات رياضيه والطلاب اللي عندهم مهارات رياضيه اكيد يستمتعون معي في هذا المثال قال لك الاف لاكس تساوي 4 على اكس الان ابغى الاف لاكس زائدا اتش كيف احسب انا الاف اكس زائد اتش ابى اشيل الاكس وبحط مكانها اكس زائد اتش فتصير 4 على اكس زائدا اتش اعوض في القانون بقول ليميت اتش تذهب الى صفر لـ اف لـ اتش زائدا اتش ناقصا اف اكس على اتش بهذا الشكل، هنا بقول هذا يعطيك ليمت الاتش تذهب إلى صفر، والله خلنا نكتبها تحت حتى تصير أوضح لنا في الحسابات. تساوي ليمت الاتش تذهب إلى صفر لإيش؟ لـ, لـ 4 على اكس زائدا اتش ناقصا 4 على اكس، الكل على اتش بهذا الشكل، طبعا هنا أنت تحتاج أنك توحد المقامات، كيف توحد المقامات؟ طبعا حنضرب هذه في إكس وهذه في إكس، ونضرب هذه في إكس زائد اتش، وهذه في إكس زائدا اتش بهذا الشكل، الحين شوفوا إيش طلع معي الآن. اللي طلع معي الحين بقول ليميت الـ تذهب إلى صفر. المقام اللي فوق توحد، صار إيش؟ صار إكس في إكس زائدا اتش. اما البسط فعندك انت 4x ناقصا سالب 4 في x سالب 4x وسالب 4 في اتش صار سالب 4h بهذه الصورة الكل على مين؟ الكل على الاتش طبعا هنا انا ممكن انزل اللي هو المقام آه مقام البسط الى المقام فبالتالي حيصير معك هنا ليميت الاتش تذهب إلى الصفر، لاحظ معك هنا الاتش ثابتة في مكانها وصار عندك هنا إكس في إكس زائدا اتش، وهنا عندك أنت من الأساس ممكن تقول موجب 4 إكس مع سالب 4 إكس، فبالتالي الشيء يتبقى معك؟ يتبقى معك اللي هو سالب 4 اتش بهذا الشكل، أيضا كذلك الآن ممكن تختصر أنت الاتش مع الاتش بهذه الصورة، وبالتالي سيتبقى معك اللي هو ليميت الاتش تذهب إلى صفر لسالب أربعة على إكس في إكس زائدا اتش، لو عوضت الآن بالصفر مباشرة حيطلع معك الجواب يساوي سالب أربعة على إكس تربيع، إذا هذا هو معدل التغير، طبعاً هنا قال لك عند أي نقطة فبالتالي يعني ما أعطاني نقطة محددة وإنما قال لي عند أي نقطة يعني أجيب القاعدة، لو أعطاك نقطة عوض في هذه النقطة مثل ما سوينا في المثال الأول مجرد تعويض في هذا المثال، إن شاء الله تكون الأمور واضحة للجميع، خلونا نشوف تحقق من فهمك أيضاً عندنا فقرتين خلنا ناخذ نشوف الفقرة هذه قال لك واي تساوي اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 2 فانا بسم الله الرحمن الرحيم بقول هذه الاف لاكس x تساوي اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 2 اما الاف لاكس زائد اتش فبالتالي بتساوي اكس زائد اتش الكل تربيع مكان الاكس هنا ناقص 4 مكان الاكس ايضا بستبدلها باكس زائد اتش ناقصا 2، إذا كل إكس أشيلها وأحط مكانها إكس زائد 2. الحين أفك الأقواس، فك لي الإكس زائد اتش لكل تربيع، تصير إكس تربيع زائد 2 إكس اتش زائد اتش تربيع ناقصا 4 إكس ناقصا 4 اتش لأني وزعت الأربعة على إيش؟ أو وزعت السالب 4 على الإكس والاتش، ناقصا 2. خلاص، الحين جبت الإف إكس وجبت الإف إكس زائد اتش، أقول بسم الله الرحمن الرحيم. معدل التغير ليمت ال اتش تذهب إلى صفر، وأفتح لي كسر شوية طويل لأنه صراحة في عندي كتابة كثيرة، إكس تربيع زائد 2 إكس اتش زائداً اتش تربيع ناقصاً 4 إكس ناقصاً 4 اتش زائداً 2، إذا هذه هي اللي عفواً ناقصاً 2، زائد 2 هي ناقصاً 2، الواحد ينتبه أثناء النقل الآن ولا زائد هي؟ والله زائد هي في القانون، أنا أقول إنها زائد، ها زائد زائداً 2. ناقصا الاف لاكس الان اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن اكس تربيع ناقصا 4 اكس زائدا 2 ها الكل على ايش؟ الكل على اتش ابدا بسم الله الرحمن الرحيم طلع القلم الاحمر ويلا بدا اشطب الاكس تربيع راحت مع السالب اكس تربيع والسالب 4 اكس راحت مع السالب السالب 4 اكس اللي بتصير موجب اكس والموجب 2 راحت مع السالب موجب 2 اذا لاحظ معي الاف اكس هذه كلها راحت وش اللي بقى معك؟ بقى معك الحدود اللي فيها اتش لاحظ معي هذا الحد فيه اتش هذا الحد في اتش وهذا الحد في اتش جميع الحدود هذه فيها اتشات تقدر تطلع منها الحين اتش عامل مشترك فبالتالي بقول ليميت الاتش تذهب الى صفر بطلع الاتش عامل مشترك يبقى لك من الاول 2 اكس ومن الثاني اتش ومن الثالث سالب 4 بهذا الشكل على اتش طبعا الاتش الان تروح مع الاتش بهذه الصوره اذا تبقى معك ايش تبقى معك اللي هو 2 اكس زائد اتش نقول ليميت لما الاتش تذهب الى صفر ل 2x زائدا اتش ناقصا 4، لو عوضت الاتش بصفر الان بيبقى لك 2x ناقصا 4 بهذا الشكل، اذا راح نقول ان معدل التغير اللحظي او ميل المماس يساوي 2x ناقصا 4 بهذه الصوره. ايضا لو جاب لك هنا تكعيب نفس الفكره بس اللهم انه يعني خلينا على الاقل نعطيكم مقدمه لحل هذا السؤال، بتقول هنا X تكعيب وهنا بتقول اف لكس زائدا اتش الكل عفوا اف ال اكس زائدا اتش فبالتالي بتقول اكس زائدا اتش الكل تكعيب طبعا مفكوك هذا هو نفسه مفكوك ذات الحدين يعني انت المفروض تجيبه بهذه الطريقه فتقول هنا اكس تكعيب زائدا ثلاثه اكس تربيع في اتش زائدا ثلاثه اكس اس واحد في اتش تربيع زائدا اتش تكعيب بهذه الصوره اذا انا كذا اوجدت المفكوك بامكاني الان اني اقوم بحساب اللي هو معدل التغير بقول ليميت الان اتش تذهب الى صفر واضع اللي هو الكسر طبعا في البدايه انت حتحط اللي هو مفكوك التكعيب اكس اكس تكعيب زائدا 3 اكس تربيع اتش زائدا 3 اكس في اتش تربيع زائدا اتش تكعيب ناقصا الاكس تكعيب بهذه الصوره على ايش؟ على الاتش طبعا لاحظ معي قلنا دائما الاف اكس هذه لازم تروح هذه ما ما تبقى وتبقى جميع الحدود هذه فيها اتشات فبالتالي حتى تطلع منها انت اتش عامل مشترك وبالتالي بتقول ليميت لما الاتش تذهب الى 0 اطلع الاتش عامل مشترك يبقى لك من الاول 3 اكس تربيع ومن الثاني موجب 3 اكس اتش ومن الثالث اتش تربيع بهذه الصوره على الاتش طبعا الاتش الان ايضا تروح مع الاتش بهذا الشكل وبالتالي يتبقى لديك ايش؟ يتبقى معك ليميت لما الاتش تذهب الى صفر ل 3 اكس تربيع زائد 3 اكس اتش زائدا اتش تربيع وبالتالي الحين لو عوضت الاتش بالصفر فبالتالي حيبقى معك فقط الثلاثه اكس تربيع لان هذه بتصير صفر وهذه بتصير صفر فبالتالي يكون هذا هو معدل التغير اللحظي. طبعا احنا باذن الله تعالى راح نشوف في الدروس القادمه لما ناخذ قوانين الاشتقاق كيف نوجدها نوجد هذا الناتج بسطر واحد يعني او بخطوه واحده او خلال ثواني، هذا تقريبا يعني درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن المماسات وتكلمنا فيه عن معدل التغير اللحظي، ما رايكم ناخذ بعض التمارين يعني اذا حبيتوا. هنا قال لك واي تساوي اكس تربيع ناقصا 5 اكس طبعا هذه هي نفسها اف ل اكس الان ابغى احسب الاف ل اكس زائدا الاتش فبالتالي بتصير اكس زائدا اتش الكل تربيع ناقصا 5 في اكس زائدا اتش اقوم بفك الاقواس وتصير اكس تربيع زائدا 2 اكس اتش زائدا اتش تربيع ناقصا 5 اكس ناقصا 5 اتش بهذه الصوره الان اقوم بالتعويض في القانون فبالتالي بقول ليميت لما الاتش تذهب الى الصفر اضع اللي هو الاف اكس زائد اتش اللي هي عباره عن اكس تربيع زائدا 2 اكس اتش زائدا اتش تربيع ناقصا 5 اكس ناقصا 5 اتش بهذه الصوره ناقصا الداله الاساسيه اللي هي اكس تربيع ناقصا 5 اكس لاحظ ان ايضا جميع الحدود اللي في الداله الاساسيه بتروح الاكس تربيع مع الاكس تربيع والسالب 5 اكس مع السالب 5 اكس لان بينهم طرح ها فبالتالي يروحون مع بعض وتبقى لديك فقط الحدود اللي فيها اتش فبالتالي ساقوم الان باستخراج الاتش كعامل مشترك واقول ليميت لما الاتش تذهب الى صفر بهذه الصوره وبالتالي حيكون عندك هنا اتش عامل مشترك يبقى لك 2 اكس زائدا اتش ناقصا 5 بهذه الصورة على الاتش وبالتالي هنا الاتش تروح مع الاتش وبالتالي ايضا بامكانك انك تقوم بتعويض مباشر في الصفر فبالتالي تكون ام لاكس تساوي 2 اكس ناقصا 5 بهذا الشكل. لاحظ هنا اعطاك نقطة واحد واعطاك نقطة خمسة قلنا في النقاط دائما اهتم في الاكس فبالتالي لما نعوض في واحد الان تقول 2 في واحد ناقصا 5 فبالتالي تصير سالب ثلاثة إذا هذا معدل التغير عند الواحد وعند الخمسة بتقول كم؟ تقول اثنين في خمسة ناقصا خمسة طبعا اثنين في خمسة عشرة ناقص الخمسة حتصير كم؟ حتصير خمسة إذا بهذا الشكل أنا جبت اللي هو معدل التغير عند النقاط المعطاة هنا قال لك أبغى معدل التغير عند أي نقطة عليه فهذه هي اف لإكس وهذه اف اكس زائد اتش اللي هي بتصير عباره عن 4 ناقص 2 بدل الاكس بحط اكس زائد اتش فبالتالي لما اجي افتحها بتصير 4 ناقص 2 اكس ناقص 2 اتش بهذه الصوره طبعا بكل بساطه الان يعني تعودنا على العمليه هذه حتصير ايش؟ حتصير عباره عن 4 ناقص 2 اكس ناقصا 2 اتش هذه كلها ناقصا اللي هي 4 ناقصا 2 اكس بهذا الشكل على الاتش طبعا لاحظ معي هنا ان ال4 بتروح مع السالب 4 وال2 اكس بتروح مع 2 اكس فبالتالي يبقى لك الان فقط في هذه في هذا الكسر وش اللي بقى معي؟ بقى معك سالب 2 اتش على اتش والاتش هنا ايضا بتروح مع الاتش بهذا الشكل وبالتالي حيصير الناتج يساوي كم؟ يساوي سالب 2 بهذا الشكل، اذا هذا هو معدل التغير عند اي نقطة عليه، طبعا واحد يقول ما في اكسات، نعم ما في اكسات لان هذا عبارة عن خط مستقيم. هذا خط مستقيم يقطع محور واي عند العدد أربعة شوفوا عند العدد أربعة وميله يساوي سالب اثنين فبالتالي بيكون نازل بهذا الشكل فبالتالي ميل المماس عند أي نقطة هو نفسه هو سالب اثنين فبالتالي المماس هو نفس الخط المستقيم فميل المماس يساوي سالب اثنين وبذلك نكون بحمد الله تعالى أيها الأخوة الكرام والأخوات أنهينا درسنا وفقرتنا لهذا اليوم إن شاء الله في الدرس القادم راح نأخذ تطبيق فيزيائي على هذه العملية اللي هي السرعة المتجهة السرعة أو السرعة المتوسطة والسرعه المتجهه اللحظيه احنا نعرف ان السرعه هي عباره عن ايش عباره عن معدل تغير المسافه بالنسبه للزمن طالما انها تغير معدل تغير فبالتالي برجع الى نفس القوانين اللي انا قاعد استخدمها بس اللهم يعطيني داله مسافه بالنسبه للزمن فنحسب معدل تغير المسافه بالنسبه للزمن سواء معدل التغير في فتره او معدل التغير عند لحظه هذا ما سنتعرف عليه باذن الله تعالى في الدرس القادم استودعكم الله ونلتقيكم على خير في الدرس القادم في امان الله